المشاركون في المؤتمر العام الأول لكتاب وأدباء الإمارات رفعوا برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمنين حضوره للمؤتمر ورعايته للشأن الثقافي العام، مؤكدين على القيم العالية والتوجيهات الغالية التي تضمنها الخطاب، خطاب سموه التاريخي في افتتاح المؤتمر، حيث يعد الخطاب وثيقة ذات قيمة ورؤية ذات أبعاد بحيث يعتبرها المؤتمرون دليل عمل لهم، كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة. في ختام أعماله قرر المؤتمر العام الأول لكتاب وأدباء الإمارات ضم الكلمة التوجيهية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في افتتاح المؤتمر إلى وثائقه الرسمية لتكون جزءا لا يتجزأ منها، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة الأخذ بجميع ما ورد فيها بعين الاعتبار في صياغة الاستراتيجية. المشاركون في المؤتمر رفعوا برقية شكر إلى قيادة الدولة التي عاهدوها أن يكونوا دائما أوفياء لوطنهم ولها، مثمنين جهود تلك القيادة في دعمها للثقافة والمثقفين. المؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات في ختام دورته الأولى دورة الشيخ زايد أوصى بتأسيس مجلس ثقافي على مستوى الإمارات ليكون المؤسسة الجامعة لجميع الأطراف الفاعلة في الحركة الثقافية، كما أوصى المؤتمر بتنظيم شراكات استراتيجية بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص تركز على دعم المبدع الإماراتي الكاتب والأديب. وضمن قراراته وتوصياته قرر المؤتمر طباعة مسودة الاستراتيجية وتوزيعها على نطاق واسع عبر وسائل النشر التقليدية والإلكترونية لتكون في متناول الجميع، مع إتاحة الفرصة للتعليق عليها وإضافة المقترحات حولها على أن يتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية مارس المقبل. وقرر المؤتمر تفريغ الجلسات ورقيا وضمها إلى وثائقه وإلحاقها بمسودة الاستراتيجية لتكون جزءا مكملا لها. كما قرر المؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات العمل على وضع خطط عمل للبحث في آليات التواصل والتنفيذ كورش العمل والاستبيانات واللقاءات المباشرة. لأخبار الدار نسيبة موسى.